سيد مروان، يعني اليوم كما تابعنا قبل قليل كان هناك لقاء لرئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي مع خليفة حفتر في القاهرة لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا. يعني الآن يعني الكل يتساءل، أليس كان من الأجدر أن يلتقي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا فائز السراج على أن يجتمع مع خليفة حفتر؟ ما هي برأيك خلفية هذا اللقاء؟ هذا مؤشر واضح جدا على فشل المغامرة التي قام بها خليفة حفتر. يعني اليوم خليفة حفتر هو قائد عسكري لعملية احتلال العاصمة، كان ينبغي أن يكون في مركز القيادة في قاعدة الرزمة في المنطقة الشرقية لإدارة هذه العملية. بعد من ذلك يقوم بزيارة عبد الفتاح السيسي، وهذه الزيارة تأتي في إطار تشاور حول الخيارات السياسية والعسكرية والدبلوماسية. هذه الزيارة يعني شابه كثير من التساؤلات الآن على مواقع التواصل الاجتماعي والمراقبين على الوضع الليبي، يعني لماذا زار عبد الفتاح السيسي تحديدا؟ زار عبد الفتاح السيسي تحديدا لأن عبد الفتاح السيسي هو الداعم الرئيسي لخليفة حفتر عسكريا ودبلوماسيا. نعم. وعندما يفشل الموظف في تأدية مهمة معينة فإنه يعود لرئيسه ليستلم منه الأوامر الجديدة أو أي تغيير في الخطط يمكن أن تصلح الخطأ الذي وقع فيه هذا الموظف. هذا ما يحدث بالضبط. نعم. خليفة حفتر هو موظف لدى عبد الفتاح السيسي ويجتمع به اليوم ليناقش معه التطورات ويناقش معه الخيارات المفتوحة أمامهما أو الطرق التي يمكن أن تؤدي أو يستعان بها ب يعني تلافي أي نتائج سلبية لهذا الفشل وهذه المغامرة الفاشلة. نعم.